السلام عليكم طلبتي طلبة المرحلة الثانية في كلية التربية قسم الإرشاد النفسي مادة الإرشاد الأسري. موضوعنا لهذه المحاضرة هي التغيرات في بناء الأسرة ووظائفها. تعد الأسرة من أقدم التنظيمات الاجتماعية للجماعات البدائية والمتحضرة، فهي الوحدة الأولية لكل المجتمعات الإنسانية. ففي السياق التاريخي لبناء المجتمعات وضمن صيغوره التطور التكنولوجي، اضافت مجموعه من النظم الاجتماعيه التي اخذت ادوارا كانت في السابق تقوم بها الاسره. فبظهور المؤسسات التعليميه ومؤسسات رعايه الطفوله والحضانه ورياض الاطفال ومؤسسات حكوميه، كل هذه المؤسسات ضيقت حجم صلاحيات الاسره، حيث اقتصرت وظائف الاسره على وظائف محدده متمثلة برقم واحد. أولا الوظيفة الاجتماعية، هذه الوظيفة لها مجموعة من الإنجازات والمهام. ألف وهي الوظيفة البايومجتمعية التي يقصد بها الوظيفة البيولوجية المتمثلة بالإنجاب، ولا تقتصر وظيفة الأسرة على الإنجاب البيولوجي فقط بل توجيه الفرد مجتمعيا ثقافيا، فتلقنه العادات والتقاليد والأعراف وكيفية التكيف والانسجام الاجتماعي في معاملة أفراد للآخرين. لا نقول هنا وكيفية التوافق والانسجام، لأن التوافق يكون فقط مع الفرد نفسه مع ذاته، وهنا قلنا كيفية التكيف والانسجام الاجتماعي في معاملة أفرادها الآخرين. كما تعمل الأسرة على تأهيل الأطفال وخلق روح التعاون وتنمية الوعي القومي لديهم وغرس الوازع الديني إلى آخره. ولكي تقوم هذه الأسرة بوظيفتها الاجتماعية في عملية حفظ التوازن البايومجتمعي أو البيولوجي على أتم وجه، يجب أن تراعي شروط معينة. فمن هذه الشروط هي أولا الفحص الطبي قبل الزواج، اثنين السلامة من الإعاقة المختلفة التي يمكن توريثها للأبناء، ثلاثة تنظيم عدد أفراد الأسرة، أربعة التقارب الزمني في العمر ما بين الزوجين. إذن الدور النظم الاجتماعي في التغيرات بناء الأسرة كيف كان في السابق، هو ضيق حجم صلاحيات الأسرة فاقتصرت وظائف الأسرة على وظائف محدودة، ومن هذه الوظائف هي الوظيفة الاجتماعية التي لها عدد من الإنجازات والمهام. ومن ضمن هذه الإنجازات أو المهام هي الوظيفة البايومجتمعية اللي هي البيولوجية، هي لا تقتصر فقط على الإنجاب وإنما على توجيه الفرد مجتمعيا ثقافيا. بما ما معنى مجتمعيا ثقافيا؟ أي تلقنه العادات والتقاليد وتعلمه كيفية التكيف والانسجام الاجتماعي في معاملة أفراده الآخرين أيضا، وتعمل على خلق روح التعاون وتنمية الوعي لديهم. وهذا لا يتحقق إلا من خلال الشروط التالية اللي هي فحص طبي، سلامة من الإعاقة المختلفة اللي يمكن تورث الأبناء، تنظيم عدد الأفراد من الأسرة، وكذلك التقارب الزمني في العمر ما بين الزوجين. نأتي إلى سؤال، ما أهمية الأسرة للفرد أو ماذا تعطي الأسرة للفرد؟ الأسرة هي الخلية الأولى اللي يعتمد عليها في تربية الأطفال. وماذا تفعل؟ تقوم بسد احتياجاتهم ومطالبهم المادية، وكذلك التنشئة الاجتماعية الصحيحة اللي هي الوجدانية والعقلية والانفعالية، هي التي تضع اللبنات الأولى في تكوينه العقلي عن طريق الثقافة الأسرية والأحاديث والصور والإجابة عن أسئلته. والتنشئة الأسرية الاجتماعية هي العملية التي يسعى الآباء عن طريقها إلى إحلال عادات ودوافع إيجابية لدى الأطفال، أو إلى إحلال عادات وطبائع جديدة محل عادات ودوافع كان الطفل قد كونها بطريقة أولية في المراحل السابقة. فيهدف الوالدان من خلالها هي إكساب أولادهم أساليب
سلوكية وقيم واتجاهات يرضى عنها المجتمع. إذن هنا سؤالنا، ما هي أهمية الأسرة للفرد؟ إذن هي أهم عامل أو أهم نقطة هي تربية الأطفال، وكذلك سد احتياجاتهم ومطالبهم المادية والتنشئة الاجتماعية الصحيحة اللي هي الوجدانية والعقلية، وهذا كله لا تحدث إلا عن طريق الثقافة الأسرية والأحاديث والصور، وكذلك كيفية الإجابة عن الأسئلة. أيضا الوظيفة الثانية بالنسبة للوظيفة الاجتماعية أو المهام الثانية هي كيفية إشباع حاجات المجتمع، أو ما هو دور الأسرة في إشباع حاجات المجتمع وتلبية حاجاته. نقول بما أنه المجتمع يتكون هو مجموعة من الاتساق الأسري، أي بما معنى، ما معنى الاتساق هنا؟ معنى الانسجام الأسري. معنى الانسجام، الاتساق الأسري هنا معناه الانسجام الأسري، فلا بد من عملية التساند الوظيفي، أي عملية يعني تكون القيادة بالمجتمع ما بين الأسرة، أي التفاعل ما بين الأسرة والمجتمع. إذن بما أن المجتمع من يتكون مجموعة من الاتساق الأسرية، الاتساق الأسري بما معنى الانسجام الأسري، فلا بد شنو؟ أن يكون هناك تساند وظيفي بينها وبين المجتمع، أي وجود تفاعل بين الفرد أو الأسرة والمجتمع. نقول تساند وظيفي بينهما وبين المجتمع بمؤسسات مختلفة، منها من خلال شلون إحنا يكون هذا التساند أو التفاعل؟ من خلال هيئة الأسرة، أفرادها للعمل والتفاعل الاجتماعي. اثنين، تشكيل خلية الإنجابية الشرعية والمقرة اجتماعيا لأنها تكون مسؤولة عن أعمار الأرض. ثلاثة، تعمل الأسرة على رعاية الأبناء وحمايتهم جسديا ونفسيا والعمل على خلق شخصيتهم. أربعة، تمارس الأسرة وظيفة الإدماج والتكيف مع المجتمع وتساعده في وضع الأفراد في مراكزهم المختلفة. النقطة الأخيرة، تعد الأسرة هي من وسائل الضبط الاجتماعي المهمة التي تحقق التجانس. التجانس أي بمعنى التشابه. إذن هنا سؤال، ما هو دور الأسرة في إشباع حاجات المجتمع وتلبية حاجات؟ إحنا مجتمعنا كيف يكون؟ هو مجتمع يتكون من مجموعة من الاتساق الأسري، الاتساق قلنا الانسجام الأسري. إذن لابد أن شلون يكون التساند الوظيفي؟ يكون أي عملية تفاعل ما بينهم وبين تفاعل ما بين الأسرة والمجتمع. كيف يحدث هذا التفاعل؟ لابد أن بالبداية شنو دور الأسرة يكون يعني من جانبها؟ أولا تهيئ الأسرة أفرادها للعمل والتفاعل معه. اثنين، تشكل خلايا شرعية ومقرة فهي المسؤولة عن أعمار الأرض. ثلاثة، تعمل الأسرة على رعاية الأبناء وحمايتهم جسديا ونفسيا والعمل على خلق شخصيته. أيضا تمارس الأسرة وظيفة الإدماج والتكيف مع المجتمع وتساعده في وضع الأفراد في مراكزهم المختلفة، أي هنا حيكون أكو تواصل ما بين الفرد والمجتمع اللي هو البيئة الخارجية. أيضا النقطة الأخيرة، الأسرة هي من وسائل الضبط الاجتماعي المهمة اللي تحقق التجانس أو التشابه. أما الوظيفة الثانية، إحنا الوظيفة الاجتماعية كان لها عدة مهام أو إنجازات، اللي هي الوظيفة البايو مجتمعية اللي هي الوظيفة البيولوجية، واثنين إشباع حاجات المجتمع وتلبية حاجاته. أما الوظيفة النفسية فهنا، ما هو دور الوظيفة الأسرة العفو في الوظيفة النفسية؟ الأسرة هي التي تقوم بتوفير الدعم النفسي للأبناء عن طريقهم، عن طريق كيف؟ عن طريق تزويد الطفل بالإحساس بالأمن والقبول في الأسرة التي تحافظ على تقدير الأطفال لذواتهم، أي بما معنى أنه هي اللي توفر الأمن والأمان وكيفية تقبل هذا الطفل بالأسرة. فهي من خلال قبولها بالأسرة هي تحافظ على تقدير الطفل لذاته لنفسه، يعني فنحهم
الحماية اللازمة للنمو الكامل بشكل نفسي سليم، وتؤمن الاستقرار النفسي لأفراد العائلة. ولتحقيق هذه الوظيفة يجب أن تراعي الأسرة ما يلي: أولاً، مناقشة الأب جميع أفراد الأسرة في الصعوبات والمشكلات التي تواجه الأسرة بين فترة وأخرى. اثنين، تنمية معايير الاستقلال، أي هنا تنمية بما معنى رفع المعايير، يعني معايير بما معنى الأنظمة، القوانين، العادات، الاستقلال والاعتماد على الذات، يعني هنا ينميها يعني يكبرها إنه بالاعتماد على نفسه على ذاته عند الأبناء. إشعار الثلاثة، إشعار كل فرد في الأسرة بقيمته وأهميته. إذن الوظيفة النفسية إيش نقصد بها أو شنو دورها؟ هنا حيكون دور الأسرة دورها جدا كبير، وهو بتوفير الدعم النفسي للأبناء. وإن شاء الله تكمله في المحاضرة القادمة.